يتذكرون تمام صوت مسموع دكتور واضح. اخذنا في السابق قلنا قلنا اكو جزء اللي هو جنرال اوبزرف اللي هو تكون من الفيرست لوك او الفيرست امبريشن، بعدين قلنا ممكن تسلسل بالاضافه الى شغلات اللي هي اللي تتعلق بالبلس والبي في بي. والله ثاني بنوصل للاكزيليا، مهم مثلا بالبلوك ممكن نحتاج اذا اكو ابنورمال بيجمنتيشن مرات يصير دارك ذولا اللي يسمونه اكانثوسيس نيجريكانس، مثلا ذولا اللي يصير اهل الدايبيتس ميتابوليك سندروم او يكون بيجنسي. او نفحص لمف نود، هذا الشغلات المهمه مثلا بالاكزيليا. وراها لا راح نصعد المن الفيس. شوفوا السهوله، هو انت يعني الاكزامينيشن مالتك الفيس هو الفيرست لوك، انت من دخلت شفت الفيس مالته، هذا اللي هو اللي قلناه حكينا امثله عليه اللي هو الجنرال اوبزرفيشن او الفيرست امبريشن او الفيرست لوك. هذا جزء مهم انه انت ممكن يعني يعتبر خلينا نقول البدايه انه انت من تبدي تريد تسوي اكزامينيشن خصوص الفيس اللي هو الفيرست لوك. هذا اولا يعني تاخذ انه الفيس ككل كجزء اكزامينيشن. السهوله انتم دائما انت يعني الفيس شنو عندكم بالوجه؟ عندك ايز وعندك ماوث وعندك اللي هي المكان اللي هو يكون هذا التشيك، يعني خلينا نقول تجزئه. كاكزامينيشن روتينز بالنسبه هنا النقاط اللي تحتاج مهمه راح ناخذ مثلا الايز اللي هو الميوكس ممبرين هنا مثلا، هنا اكو شغلات مهمه نفحصها اللي هي البالر كلها تتعلق بالبيجمنتيشن، البالر والجوندس. سامعين بالبالر اكيد بار عليكم نقول هذا بيل او غيره، يعني اللي هو خلينا نقول يسموه الشحوب او الشاحب. البالر لا تعني دائما انيميا، يعني ما تعني انه هذا دائما يكون الشخص بيل ونقول معناته فقر دم، ممكن هو مجرد خايف، واحد شايفين من يقولون عنه يعني بسبب يصير فيزو كونستركشن، انتنس ايموشن او شاك او لو كاردك اوتبوت، فهذا كفيشل كفيس كفيشل بالر، يعني واحد وجهه مخطوف نقول احنا نشوف شلون يكون شاحب او بيل. هذا مو بالضروره يكون هو عنده فقر دم، لان مصطلح فقر الدم او انيما هو لابراتوري تيرم، لازم عندك انت قايس الهيموغلوبين او البي سي في حتى تقول. هسه يبقى هنا جزء كاكزامينيشن روتين ان لازم تفحص البلر. وين تفحص البلر؟ احسن مكان يعني لفحص البلر هو تفحص اللور كونجكتايفا اللي هي مجرد انه انت جنتلي تسحبها له وتباوع بالجزء مالتها، اكو انتيريور ريم اكو بوستيريور ريم، وتقارن بالكلر المفروض عاده بينك هنا، لان تعرفون هذا يكون هنا السكين او الميوكس ممبرين ثين ويكون بينك بسبب هو اوكسي هيموغلوبين. اذا ناقص الهيموغلوبين راح يميل لونه الى يكون اللون شاحب وبيل، وتقدرون تشوفون اذا شايفين هسه اي واحد من عندكم يسوي بريشر على النيل مالته من يصير شاحب هذا اللون بالضبط بهذا اللون يصير اللي هو البلر. اي واحد هسه يضغط على النيل مالته شايف هذا اللي يصير بياض او البيل هو بهذا، هو هذا اللون اللي يقول عليه بيل او بلر. اذا المكان اللي نفحص به هو وين نفحص بالبلر؟ نفحص هو هذا بالاي اللي هو لور كونجكتال. الثاني هو السبلينجوال ميوكس ممبرين، يعني نقول له افتح الباب وارفع لسانك، هذا المكان الميوكس ممبرين، هذا هم انا جود سايد فور اكزامينيشن اوف بلر، لاني افضل شيء. هنا احب اسال هنا منتظر وياي منتظر. نعم دكتور. تتذكر بعد وين نقدر نفحص البلر؟ البالر دكتور بالهاندز حسب النيلز. جيد بالضبط بالهاندز وبالنيل. شوف هو اذا يسالك مثلا واحد يقول لك انت وش بيتر سايت انه فور اكزامينيشن اوف بالر، يقول لك بالميوكس ممبرين افحص باللي هي الكونجكتايفا اللي هي الكونجكتايفا والميوكس ممبرين السبلينجوال ذني ذا بيست. البقيه الهاند ذني اللي هي اذا تتذكرون حكينا على البالمر سكين كريس، صح لو مو صح؟ هذه
هذه عادة من يكون الهيموغلوبين أقل من سبعة، أقل من سبعة، يعني واحد هو هسه أنيميا مثلا والهيموغلوبين مالته تسعة، هذا ممكن تلقى عنده بالر بالآيز اللي هي كونجكتافيا أو سوبلينجوال ميوكاس مبرم، بس الهاند البالمر كريز لا عادية طبيعية. لذلك ذني شوية خلينا نقول هم يستخدمونها أو يسألوكم عليها، إذا يأخذ واحد مثلا ممتحن أو غيره يقول لك وين تفحص أنت تذكرها، لكن يعني عادة هذه تكون حتى إذا ما لقيتها مو بالضرورة ما عنده أنيميا، لا لا، لأن هذا لازم أقل من تسعة اللي تبين، أقل من السبعة العفو اللي تبين مثلا بالبالمر سكين كريس أو بالنيل. النيل هاي أهمية أنا مو كلش يعتمدون عليها، بس هي تنذكر بالكتب كالمكانات اللي تفحص بها. حتى هو الذكر في كتابكم إذا رود ماكلاود يقول يعني هي الدياجنوستيك فاليو مالتها مو فد شيء بالنسبة للنيل. البالر ايش يعني؟ قلنا البالر ممكن يكون فيشل بالر، هو يعني واحد باسباب معينه هواي، اكو ناس هم الكومبلكشن مالتهم طبيعه جلدهم هم يكونون هيك شكل، يصير مثلا بسبب الهايبوثايرويدزم، هايبوبيتوتاريزم، لو كارديك اوتبوت، فير واحد خايف انتنس ايموشن، او ممكن يكون شوكت شوك ستيج مريض يكون بالر او انيميا. احنا من نعلق على الاكزامينيشن نلقي نقول there is a pallor of the conjunctiva and mucous membrane أو palmar crease pallor، ما نقول عنده أنيميا، لا أنيميا، لأن قلنا أنيميا هو مصطلح إنه يعتمد على laboratory term مو clinical term. حتى لو يكتب بعض الأحيان تكتب كتب الإكزامينيشن تقول the patient is anemic، هو أنيميك صراحة مو شيء صحيح، لا لازم نقول conjunctiva pallor مثلا، أو إذا الفيس هو موجود facial pallor. بس قلنا كفحص للبلر في هذا المكانين اللي ذكرتهم، تمام الأمور لحد الآن؟ تمام دكتور. تمام. بعد بالجزء المهم اللي هو هنا احنا قلنا بعدنا وين؟ بالآي. جزء مهم هو نفحص فور يلوش ديسكلاريشن اوف سكليرا وسكين ومنكس ممبران اللي هو الجوندس. مار عليكم الجوندس. الجوندس حقيقة هنا هو السؤال يجي، مثل ما قلنا البلر اكو مكانات معينة نحتاج نفحص بهن، الجوندس ايضا اكو مكانات تفحص به. احسن مكان أو الفيرست سايت اللي تفحص به الجوندس هو الأبر سكليرا. لكن هسه قلنا البلر شفنا اللي هو الكونجكتايفا اللي هو اللور بارت هنا بالآي. الجوندس نقول له لا، نقول له باوع لجوه بلا زحمة عليك بعينه ونرفع الأبر آيلت. عادة هو يكونون بالأبر سكليرا. هذه فد لو يوم يقول لك ليه وين تفحص الجوندس؟ قل له الجوندس هو أما يعني فحصه بالسكليرا الأبر سكليرا. ليش الأبر سكليرا؟ لأن هذه شافه وهو الكلام المثل إنه البيلروبين عنده هاي إفينيتي فور إلاستيك فايبر، وهذا السكليرا مكان بي ريتش بإلاستيك فايبر. هاي باختصار هاي خاف واحد يقول لك ليش تفحصه هنا، يعني فلسفة الإكزامينيشن وين ليش هو يبين بهذا المكان؟ بيلروبين عنده هاي إفينيتي فور إلاستيك فايبر، وهذه السكليرا بالذات هذا المكان ريتش بالإلاستيك فايبر. بعد وين تفحص الجوندس؟ تفحص نفس الحالة بالميوكوس ممبران اللي هو هذا السبلينجوال يبين. بعد وين تفحص الجوندس؟ جوندس بالسكين، ممكن يكون الجوندس هو المريض يعني خلينا نقول ديب جوندس والبيلروبي نسبة عالية، هو أصلا من يشوفه من وجهه أو المتبوع له كله أصفر وجهه إيده أو غيره. وهذا يقودنا إلى سؤال، إذا تذكرون حكينا عن فتشي أنا لمحت له أو ذكرته جزء من البيجمنتيشن، تذكرون قلنا اكو شيء يسمونه هايبر كاروتينيميا او كاروتي او يسمونها كاروتينوديرما، تذكروا هذا الشيء؟ السؤال يتوجه احمد يوسف. دكتور احمد ويانا؟ احمد سمعتني؟ فهمت سؤالي؟ الجوندس؟ لا مو جوندس. جوندس احنا قلنا هسه وين نقدر نفحصها؟ بالسكليرا، خصوصا الابر سكليرا، مو صح؟ ايه صحيح. ونفحصها بالميوكس ممبران سبلينجوال وهذا وبالسكين. هو المريض اذا جوندس مبين، يعني واحد شايفينه ابو صفار مبين من بالضبط. هنا هل ممكن يكون عنده يلوج ديسكولوريشن اوف سكين بس السكليرا ما بيها شيء؟ يعني ممكن. ايش وقت هاي؟ اذا كان يعني فيسيولوجي
اوكي انا اتفق وياك اللي هي ممكن نورمال. انا اقول لك شو يسمونها، يسمونها هذا هايبر كاروتينيميا او كاروتينو ديرما. هاي شلون يتفرقوها عن الجوندس؟ هاي ما تاثر على السكليرا، واضح؟ هاي يصير يلو بالفيس وبالبان والسول بس ما يتاثر الميوكس ممبرين. هاي خاف واحد يسالكم يقول شنو بعد اسباب اليلو وش ديسكولوريشن اوف سكين؟ قيله ممكن هذه هو شو اسمه هايبر كاروتينيميا او كاروتينو ديرما اللي تصير اكو ناس هم فيزيولوجيكال تصير بسبب هايبوثايرويدزم، تصير اللي هم دول ياخذون اكسسيف انجشن اوف كاروتين اللي هو يكون بالكاروتس بالمانجو. دول وين يكون الديسكولوريشن؟ يكون بالبالم والسول والفيس، بس ما تتاثر السكليرا. السكليرا هذه والميوكس ممبرين يتاثر وين؟ بالجوندس. فهاي فرقها على الجوندس، واضحه مو؟ واضح دكتور، واضح واضح. فالجوندس هنا نفحصه بالآي. قد يسألكم واحد شنو سبب يلوز ديسكولوريشن غير الجوندس؟ أكو بعض الدراجز اللي هي مثلا مباكرين تسوي يلو ديسكولوريشن أوف سكليرا. بعد ارتفيشال آي، هذه يحبها حيدر شهيد مثلا، خاف يسألكم، يسألكم مثلا يسأل مرات شنو كوزز أوف يونيلاترال جوندس، يعني تجي واحد تلقى جوندس بس بعين واحدة. انت قلوا له ارتفيشال اي بول، واحد مخلي عين اصطناعيه ومختار لون الاصفر، او ري ابزوربشن اوف هيماتوما. شايفين واحد من ينضرب ومرات يصير مكان هذا ري ابزوربشن لين يتحلل يصير اصفر البلوروين، يصير شو اسمه هذا يصير اصفر هنا بهذا المكان بالاي، لان هذا يمكن يحب هيك سؤال هو. الجوندس يا شباب كلش نقطه مهمه لازم ننتبه لها، حتى ديتكتد كلينيكلي لازم اكثر من 2.5 لـ 3. شنو بمعنى؟ بمعنى انت ممكن عندك هايبر بيليروبينيميا بالتحليل مال الدم بس ما مبين الجوندس. حتى يبين كلينيكلي سؤالي شو وقت كان بديتكت كلينيكلي؟ يقولون لهم اذا صار البيليروبين اكثر من 2.5، بعض المصادر يقول لك لا اكثر من 3 ملي جرام بير ديسي لتر. جوندس الى اسباب هسه راح نتطرق لها، بس هسه انا جاي اركز على الاكزامينيشن، راح ارجع انه نشرح الاسباب. اذا هنا مهم نفحص بالايز شغلتين، البالر والجوندس، ذني كبارت اوف اكزامينيشن روتين. بارت اكزامينيشن روتين بمعنى هما امبورتد نيجاتيف، يعني فحصت ماكو كونجكتيفال بالر ولا بالسبلينجوال ميوكس ممبرين، فحصت ماكو جوندس اقول نو جوندس نو بالر. موجود اذكره ما موجود هم اذكره، لان هذا امبورتد نيجاتيف. بعد بالفيس عندنا نشوف اذا اكو باروتيد انلارجمنت، قد يكون بسبب انفكشن مثل البامبس او بايلاترال باروتيد انلارجمنت، ممكن يكون بسبب دول الكرونيك اللي هي الكهوليك بيشنت او كرونيك خصوصا الكهوليك باروتيد انلارجمنت. نشوف اذا اكو اب نورمال بيجمنتيشن على التشيك مثلا، يصير اكو شيء يسمونه مالر فلاش، وراح بعدين نناقش مالر فلاش هذا او مالر راش. يصير بدا اللي هو السيستميك لوبس اريثميتوس، يصير اللي عندهم مشاكل اللي هو مالر فلاش، يصير اللي عندهم مشاكل بالصمام اللي هو الميترال ستينوسيس. هذا كجزء، جزء مهم اخر من الاكزامينيشن روتين حتى ما اطول عليكم ان شاء الله، ونحكي بعدين اسباب وننهي السيشن، اللي هو تفحص بالماوث. ايش الشغلات اللي هو واحد ممكن يفحص فيها؟ يفحص الانجل اوف ماوث، يصير مرات شايفين شلون يعني شلون نقول يعني خلينا نقول بها مثل الكراك او الفطور اللي يسمونه انجولار ستوماتايتس. هذه ممكن ايضا هي بسبب ايرن ديفيشنسي انيميا، خصوصا نلقى واحد نفحصه نلقى بالر، يعني ممكن هنا انيميا ونلقى هذه تصير ايرن ديفيشنسي انيميا. نفحص بعد شنو؟ التيث. نفحص اذا اكو اورال السر، مش مهم انه نقول بلا زحمه عليك، نفحص الاورال السر نشوف اذا اكو يعني اورال السر تقرحات، وهذه لها اسباب ممكن تكون ايديوباثيك لها سبب، ممكن بسبب انفكشن، ممكن مثلا بالفيميل اثناء المنستروشن، ممكن جزء تصير بسبب انفلاماتوري باول ديزيز مثل كرونز ديزيز او بسبب سيلياك ديزيز، اسباب معينه هو انباوع للدنتال هايجين اسنان. وبعد مهم بالبيجمنتين انباوع للسينوس. السينوس اذا سامعين بي يصير هو بلوش ديسكولوريشن اوف سكين، بلوش الى بيربل يعني هيك شيء السكن والميوكس ممبرين. السينوسيز هذا وين نسوي له اكزامينيشن شباب؟ السينوسيز اكو سنترال يقسمون اكو بيريفرال سينوسيز. السينوسيز السنترال
أهم مكان تفحص به هو الليبز والتانك، يعني شفايفك تكون عادة. وطبعا هذا راح أكو ناس هم طبيعة جلدهم إن هم دولة اللي هم مثلا بلاك أو إيجيان دولة شوية صعبة هنا، بس السينوسيس تفحصوه بالليبز، سنترال سينوسيس جاي أقصد، سنترال سينوسيس بالليبز والتانك. التانك هو هذا كلش إنه صباوع اللي هو التانك نفسه والسبلينجول اللي هو نفس من قلنا نفحص به البالر ونفحص الجوندس، هذا المكان اللي تكون هنا السكين أو اللي يكون الميوكس ممبرين ثين. هنا الفكرة هو شنو؟ الفكرة هنا حتى يصير سينوسيس لازم تزداد كمية الهيموغلوبين اللي هو ديوكسي هيموغلوبين أو الريديوست هيموغلوبين، صح لو لا؟ هذا يقول على الأقل لازم يكون قيمته خمسة بالإنسان الاعتيادي حتى يبين السينوسيس. وين أفحص السينوسيس؟ أفحصه بالليبز والتنج واللي هو هذا السبلينجوال ميوكس ممبرين. مكانات أخرى أفحص بها السينوسيس ممكن يصير بالنوز، بالإير، وممكن بالهاند. هنا اللي يصير بالبرفرال بالبرفريز قد يكون هو سنترال سينوسيس وقد يكون برفرال سينوسيس، راح نحكي هسه بعد ما نكمل شلون نفرق بيناتهم. المهم جزء آخر من البيجمنتيشن هو السينوسيس، وقلنا السنترال سينوسيس الليبز والتنج والسبلينكوال ميوكوزا هذه أهم مكانات نفحص بيها. وهذا السنترال سينوسيس ممكن يكون بسبب كاردياك ديزيز، بسبب ريسبيرتوري ديزيز، هو أسباب خصوصا مثلا بالهارت فيلير. البرفرال سينوسيس لا، أهم شيء يصير بالكولد إكسبوجر أو لو كارديك أوتبوت أو برفرال أرتيريال ديزيز. إذا مجرب واحد منكم هسه يروح يخلي فد شيء كلش بارد يصير بيل ويصير مثل الأطراف يعني خلينا نقول ما إلى إلى الزراق، هما مين يقولون سينوسيس هذا يكون يعني في درجة خفيفة من يكون أطرافه تكون زرق، هذا البرفرال سينوسيس. السؤال هنا ينسأل يقول لك وين تفحص، مكان حددنا بالضبط وين نقدر نفحص السنترال سينوسيس. باختصار هذه الشغلات اللي نفحص الروتين هن البالر والجوندس والسينوسيس، هن أهم شغلات اللي نركز عليها تعتبر امبورتنت نيجاتيف سواء كان موجودة أو ما موجودة لازم نذكرها. يبقى هنا حتى يعني حتى الأمور خلينا نقول تكون واضحة بالنسبة لنا لازم نعرف بعض الأمور عن السينوسيس أو الأسئلة اللي أخذناها. أول سؤال هسه اللي يجب بالي السؤال هنا نسأل ويانا يا الموجود من الشباب فارس وياي. نعم دكتور وياك. جيد فارس وين تفحص للجوندس أو عرف للجوندس وإيش قد لازم يكون البيليروبين حتى كلينيكلي يعني شنو؟ يعني من تجي تفحصه اللي هو الأفضل شيء يكون بالنورمال بالناتشورال لايت والدي لايت يعني بضوء الشمس ضوء النهار هو هذا أحسن شيء تفحص به الجوندس. إيش قد نسبة البيليروبين حتى تبين السكليرا أو يكون كلينيكلي يعني بالفحص يبين؟ أول مرة هو yellow discoloration للسكليرا skin أو الميوكس من برا. نسبة البيليروبين تكون من 2.5 إلى 3 ملغرام بير ديسيليتر. أحسن جيد. زين فارس شنو تفرق للكاروتينيميا أو الهايبر كاروتينيميا أو كاروتينودير ما هي كل المصطلحات نفسها عن الجوندس؟ الفرق انه الديسكلوريشن اليلوش ديسكلوريشن يكون بالسكن بس ما راح يكون بالسكليرا. بالضبط تتاثر خصوصا البال مصول والفيس بالكاروتينيميا بس ما تاثر على الميوكوس ممبرين السكليرا او الكونجكتيف او الميوكوس ممبرين. بالضبط عاش ايدك. غير فارس. اوكي فارس وياك نكمل عادي ماكو مشكله. كوز اوف جوندس فارس شنو ببالك؟ أي شيء ببالك صح، أي شيء تحكي راح أقول لك صح. يعني دكتور متعددة ممكن يكون سيروسيس أحد أسباب تأثر بالليفر يعني ليفر ديسيز. بالضبط أنا راح أقول لك إياه باختصار. هو الجوندس منين يجي؟ من البيليروبين صح لو مو صح؟ نعم. البيليروبين أكو إنداركت وإنداركت. الإنداركت منين يجي؟ إذا أكو عندنا هيموليسيس شوف شو يقسموه بري هيباتيك هيباتيك وبوست هيباتيك. البري هيباتيك هذا عادة انكونجيجيتد اللي هي عندها بالبيليروبينيميا. شنو أسباب البري هيباتيك؟
اما زياده بالبيلروبين مثلا اكو هيموليسيس، صح لو مو صح؟ ديستركشن بالار بي سي. او الليفر ليش يبقى الليفر ما جاي ياخذه؟ ما يصير امبيرت ابتيك للاندايركت بيلروبين. اكو حالات هذه يسمونها جيلبرت او جيلبرت سندروم، ذول يصير عندهم اندايركت هايبر بيلروبينيميا وتعتبر حاله طبيعيه يعني كمون هي ما بيها تاثيرات. فبري هيباتيك اللي هو الهيموليتيك جوندس مثال علي والجيلبرت او الجيلبرت. هيباتوسيلولر مثلا فايرال هيباتايتس، الكهوليك، اوتوميون، ميتابوليك. الثالث بوست هيباتيك عندنا كوليستيسيس يسمون مثلا هنا، سواء كان بسبب مثلا عنده ستون، عنده ستريكتشر او تيومر. هذا باختصار بالنسبه للجوندس. السؤال شكرا فارس، يعني شكرا. السؤال هسه يتوجه لمن؟ يتوجه لاحمد يوسف سالنا وفارس سالنا، عندنا محمد حسين. محمد وياي؟ اوكي فيصل. نسال منتظر. منتظر عندي دكتور. منتظر. منتظر، اذا واحد هيموليسيس قلنا واحد من اسباب الجوندس، ايش تتوقع تلقى عنده كاي ساين بالاكزامينيشن من تفحص الاي هسه انت؟ ايش تلقى عنده؟ يلوش ديسكلوريشن دكتور، لان يصير الهيموليسيس اللي هو جوندس. الجوندس هيموليسيس. هيموليسيس نعم. اللي صار هيموليسيس صار هايبر بيلروبينيميا، صح لو مو صح؟ نعم دكتور بالابر سكلير. زين بعد ايش تلقى؟ بعد ايش تلقى؟ من ناحية كلينيكالي دكتور؟ اي كلينيكلي انا ما احكي يعني فد شيء كلينيكلي. انت جاي تفحص واحد عنده هيموليسيس، ايش تلقى بالاي؟ نلقى انيميا، صح لا مو صح؟ هي من يصير ديستركشن بالار بي سي مو يصير انيميا فقر دم؟ هم يعني يصير جوندس يعني دكتور هم بالر وهم يصير انيميا يعني الدبلر. نعم دكتور. ها انا اللي بدي احكي على شنو؟ ذول اهل الهيموليتيك انيميا يصير عندهم جوندس، عاده يكون جوندس يكون شكله اللي هو يكون يلو، والبالر مرات يسمونهم يوصفونهم وصف يقول لك ليمون يلو تنت، ليمون يلو، ليمون يلو يعني هيك بشكل مثل الليمون. هاي التشبيهات هو راح تلقوها بالميديسن يعني. فالهيموليسيس اذا تلقى واحد بالر وجوندس، بالر يعني كونجكتافال بالر وجوندس، هذا هم ممكن تفكر بالهيموليسيس، لان الهيموليسيس هو يسوي انيميا بسبب ديستركشن ار بي سي، وبسبب ديستركشن راح يصير هايبر بيلروبينيميا فيصير جوندس. اوكي نتوجه سؤال لرضوان، التحق بينا هسه يمكن. رضوان، رضوان وياي؟ نعم دكتور. جيد رضوان، شنو وين تفحص للسنترال سينوسيس وشنو التايبس اوف سينوسيس؟ السينوسيس نقدر نفحصها سنترال او بريفيرال. جيد. السنترال راح يكون فحص باللبس وبالتانج وسبلينكون ميوكوزا. عاش تيدك بطل. واسباب شو اسمه التايبس اوف سينوسيس، اكو هذا السنترال واكو بريفيرال، احنا مو صح؟ هو اي نعم نتيجه لو كارديك اوتبوت مثلا. احسن، شوف عيني البريفيرال، البريفيرال يصير بسبب لو كارديك اوتبوت، يصير بسبب اكسبوجر تو سيفير كولد، دول بالكولد، صح لو مو صح؟ واكو شيء يسمونه راينوت فينومينا، ويصير بالشوك همين. السنترال مثل ما قلنا اكو مشكله بالاوكسجينيشن، والسنترال اما ريسبيراتوري كوز مثلا او كارديك بولمونري او نيومونيا او كارديك مثل سينوتيك كونجنيتال هارت ديزيز. يبقى سؤال راح اسالك اياه، وهذا انت يعني احنا للدسكشن حتى بصراحه حتى يبقى بالبال. تقدر تسوي لي مقارنه ما بين السنترال والبرفال سينوسيس؟ يعني راح اقول لك شغله، راح اقول لك شغله. انا اقول لك ليش سالتك هذا السؤال. السنترال مثل ما ياثر على ذني اللي ذكرناهن، هم راح ياثر على اليمن على البريفريز، هم على اليمن ياثر وال شو اسمه الهانز مثلا والفيت. بس الفرق شنو؟ الفرق الافكتد بارت، يعني هذا جزء مثلا ايد، اذا تلقاه وور هذا يمشي ويا سنترال، اذا تلقاه كول هذا يمشي ويا من؟ بريفرال. بريفرال هاي نقطة. النقطة الثانية التانك، التانك always involved. وين involved؟ بالسنترال. بالسنترال.
دائما يعني التانك لازم انفولف، بينما اللبس والتانك بس بينما بالبريفرال احسنت عاش ديدك شكرا جزيلا. دكتور رزاق. نعم دكتور. دكتور آية، إيش قد نسبة الهيموغلوبين اللي هو الريديوزد أو ديوكس الهيموغلوبين حتى يصير سينوسيس ديدي كلينيكلي؟ ها دكتورة؟ دكتور آية وياي؟ بس عيد السؤال دكتور؟ أوكي ماكو مشكلة. دكتورة إيش قد حتى يبين كلينيك لهذا اللي هو بلوج ديسكولوريشن اللي هو سينوسيس، حتى يبين أنا واحد كلينيكال أقول عنده هذا سينوسيس، إيش قد يحتاج نسبة الريديوزد هيموغلوبين؟ الريديوزد هيموغلوبين هو ديوكس هيموغلوبين، حتى نقول عنده حتى يبين السينوسيس بالفحص إيش قد نسبة الديوكس هيموغلوبين أو الريديوزد هيموغلوبين؟ دكتور greater than 3؟ لا دكتورة ذاك شو اسمه ذاك الجوندس اللي لازم البيلوروبين اكثر من 3، البيلوروبين ذاك مو الهيموغلوبين ذاك بالجوندس البيلوروبين اكثر من 3 حتى يبين كلينيكلي من الفحص بالابر سكليرا او بالادر باث مثل الميوكس مبرد. اي صح 2.3 اي دكتوره. لا انا اريد هسه واحد مريض انا خلينا نقول انا هسه الهيموغلوبين مالته ايش قد؟ الهيموغلوبين مالته 13 صح ولا مو صح؟ نعم اي انا طبيعي ما عندي لا انيميا ولا عندي بوليسايثيميا الهيموغلوبين طبيعي، قد اني احتاج يكون الريديوزد هيموغلوبين او الديوكسي هيموغلوبين حتى يبين عندي السينوسيس بالاكزامينيشن، يعني من تجي تقولين اكو سينوسيس؟ والله حقيقه ما عندي معلومه بالرقم بس الساين مو حجيته اي اوكي at least 5 لازم يكون، بس هذا الرقم اللي هو الاتيست 5 يا شباب مو ثابت. ليش؟ يعني هذا بصوره عامه نحكي للناس العاديين لان اللي عندهم انيميا، لان هذا يعتمد على الابسولوت نمبر اللي هم لوين، اللي عندهم انيميا ممكن حتى 5 وما يبين صعبه، عكسها اللي عندهم بوليسايتيميا يمكن مو شرط 5 يكون ممكن 3 ويبين عندهم. اهل البوليسايتيميا دول يكون الكومبلكشن مالتهم او الفيس مالتهم يكون بليثوريك يسمونه، يعني العفو محمر او ريد. اذا احنا حتى نختصر السيشن مالتنا، الفيس هو اكزامينيشن يبدو من الفيرست امبريشن اللي هو ذات تذكرون اكو شغلات سميناها السبوت دايجنوسيس اللي يبين من الفيس، ممكن يبين من كاركترستيك فيشال فيتشر، ممكن مريض اكو يعني شغلات مال هايبوثايرويدزم كوشي سيندروم داون سيندروم هو ممكن الفيس مالته هذا كاول امبريشن. كأجزاء examination قلنا شغلات المهمة اللي تحتاج تنفحص، مثلاً نفحص للبلر وبالآي نفحص مثلاً بلر جوندس دني موجود أو ما موجود لازم نذكره، نفحص بالنسبة بعد وين للستينوسيس ونفحص للأورال كافيتي نشوف إذا أكو ألسارز الدنتال هايجين. أثناء جزء من examination وين هذا اللي هو إذا واحد مرات يعني الأدر مالت البيشنت هذا اللي هو يسمونه أكو يسمونه هاليتوسيس أو باد بريث، الأدر هذه ممكن بسبب واحد عنده جنجيفايتس عنده يعني بور أورال هايجين، أو مرات تطينا هنت على أندرلاينج ديسوردر. فور إكزامبل كمثال عندنا الأسيتون بريث، دول أهل التايب 1 دايابيتس اللي يطبون دي كي دايابيتي كيتو أسيدوسيس أسيتون بريث، إذا واحد منكم يعني ماشي للطوارئ أو شايف شي مريض راح يتعود على هذه الأدر الرائحة. أهل اليوريميا يسويتهم specific other، أهل الليفر فيلير دولة كأمثلة، مرات لا دولة عندهم مثلاً عندهم سبيوراتيف لانج ديزيز مثلاً على سبيل المثال عندهم فراج لانج أبسس بالرئة هم يصير عندهم فد باد أدر. الفكرة أنه ممكن بالأدر تعطيك هنت على أندرلاينج أو تعطيك فكرة عن أندرلاينج. بصراحة اليوم هو هذا الاختصر أنه بالفيس اللي نحتاجه. السيشن لحد الآن ما راح أطول عليكم حتى تقدرون تاخذون وقتكم، اكو اي سؤال عندكم بلا زحمه؟